إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من بن سليمان، وبالضبط من قلب حي لالة مريم، حيث يتواجد هذا السوق النموذجي. فسوق نموذجي بعد ما الساكنة والحريفية فرحوا بالإنشاء ديال هذا السوق، خصوصا ملي بدات البناية وبدا كيتبنى، فالبادرة لقات واحد الاستحسان كبير وكبير من طرف السكان والحريفية، لأنه غادي يصبح سوق نموذجي نقي، خصوصا أن الناس ديال بن سليمان ما عندهمش سوق رسمي في المدينة، عندهم واحد الجوطية اللي الحالة ديالها يرثى لها، ودرنا عليها أكثر من لايف أمامكم على الصورة مشاهدينا الكرام. فتوقفت الأشغال بشكل مفاجئ لمدة طويلة دون أي توضيح، دون أي تفسير للسكان. العديد من السكان كنتلاقاهم كيتسائلوا على ما هو السبب الرئيسي وراء وقف توقيف الأشغال بهذا السوق النموذجي اللي كان غادي يكون واحد تحفة هنا بمدينة بن سليمان، بالضبط من قلب للا مريم بن سليمان. إذا دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، حيث نتواجد بقلب السوق النموذجي بحي للا مريم اللي كان فيه الأشغال على قدم وساق من أجل الافتتاح ديالو في الأيام القليلة من بعد ما كانت عملية طور الإنجاز ديالو غدا بواحد الطريقة جيدة وطريقة حسنة، لكن فجأة ماذا وقع؟ الله أعلم. ما السبب الرئيسي وراء التوقف؟ الله أعلم. ما هي الأسباب التي دعت إلى توقيف الأشغال بهذا السوق النموذجي الرائع اللي كان غادي يكون واحد تحفة معمارية هنا بمدينة بن سليمان، كان غادي يكون تحفة أقولها وأسطر عليها، لأن كان غادي يكون سوق بالمحلات الرائعة بنظافة بواحد يعني يوميا الناس تقدر تجي تسوق منه، ماشي بحال عندهم دابا جوطية كيمشيو من الحد لحد عامرة بالأحجار وبالأزبال وبقايا البناء ومتلاشيات البناء، يعني صعيب باش حتى تمشي ليها، حتى السلع اللي معروضة أصلا فيها كلها كتعمر غبابر، كلها كتعمر تلوث، لأنني راني درت أكثر من لايف على الكارثة اللي كاينة بديك الجوطية. نتمنوا الخير، نتمنوا هاد السوق النموذجي تسرع فيه الأشغال ويتم الاشتغال عليه في الأيام القريبة، وترجع الابتسامة والفرحة لا السكان ولا الحريفية اللي كانوا غيكونوا ضمن المستفيدين من السوق النموذجي للا مريم. الصورة واضحة أمامكم، غريب وغير واضح ما الذي جرى وما الذي وقع حتى توقفت الأشغال. ومرة أخرى أقولها وأكررها، ما الذي وقع وما الذي جرى حتى توقفت الأشغال بهذا السوق النموذجي للا مريم؟
مرة أخرى مساء الخير ومساء النور لكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. نتواجد بقلب مدينة بن سينا، بالضبط بحي لالة مريم، ونرصد لكم مشكل توقف الأشغال بهذا السوق النموذجي اللي كان غادي يكون تحفة معمارية لهذه المدينة، لكن فجأة توقفت الأشغال منذ مدة طويلة والسبب غير معروف. لماذا؟ الله أعلم. ما السبب الرئيسي وراء توقف الأشغال؟ الله أعلم. أتمنى من المسؤولين يعطيوا على الأقل تفسير ولا توضيح للساكنة علاش توقف ولاش توقفات الأشغال هنا بهاد السوق النموذجي اللي كان غادي يكون سوق رائع وغادي يكون تحفة الساكنة بن سليمان، خصوصا أن الساكنة كتعاني من مشكل التسوق والسوق، ما كيلقاوش من يتسوقوا، عندهم جوطية وحدة كتعمر كل أحد بالحي الحسني. لجوطية في حالة كارثية، حالة صادمة ديالها، عامرة بالأحجار، عامرة بمتلاشيات البناء. فنتمنوا من المسؤولين يشوفوا هذا اللايف ويعطيوا على الأقل توضيحات وتفسيرات حول توقف الأشغال، لماذا توقفت ومتى ستعود الأشغال من أجل الافتتاح الرسمي لهذا السوق النموذجي بحي لالة مريم بن سليمان. إذن دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، أمسية سعيدة، نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.